يا أخي دخوله في الشيلة أسطوري يدرس، وأنا أتحداه الآن أنه يعني يستشعر الحالة اللي غنى فيها ذاك الحين. أستشعر كنت صراحة أطير في السنة. لا 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 صدق صدق نطقك للبداية المدخل والله من جد والله أنا جاد والله يا فيصل. كيف أستشعر ما أدري وش يعني الحالة اللي أنت شلت فيها أبتدى رسم الخريطة وابتدينا. كنت عايش حياة حلوة والله صدق كنت مستانس واضح. تقدر تخش فيها الحين؟ أحس فيها الحين؟ الحين تكفى أكيد أنا في قمة سعادة. يلا يلا عطنيها تكفى. لا 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 ابتدى رسم الخريطة وابتدينا للمشاهد من غلا وشواق جينا تابعونا واتركوا الباقي علينا واقعيتنا على الواقع جميلة. أبو البلا سعود الجوزة يا رجل فيصل بن طلال وكفى يا رب والله قالوا المتسابق الوحيد اللي ما أخطع زماء المتسابق الوحيد ما أخطع مقدمين ليه؟ طول الوقت مصدع طول الوقت ماسك راسه مو يمه احد مو طبيعي هو لو مو مصدع لو بدايه البرنامج كان مع بنادول كان مشى على الجميع زي ما مشوا زمان.